متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد من قناتنا منارة الثقافة، والذي سنتحدث فيه عن نهايات مأساوية للسلطانات العثمانية. لكن قبل ذلك، من فضلك لا تنسى الاشتراك في قناتنا وتفعيل جرس التعليقات ليصلك كل جديد. لا تنسى أيضا من فضلك الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع من قد يهمه هذا الموضوع. رغم كل السحر الذي يحيط بكلمة سلطانة، ورغم النفوذ الذي يمكن أن تتمتع به امرأة في هذا المنصب، إلا أن أغلب السلطانات لم تعشن حياة هادئة وسعيدة. وفي هذا الفيديو سأقدم لكم أكثر النهايات المأساوية للسلطانات، وأريد أن أنوه قبل ذلك إلى أنه ربما تكون هناك نهايات أكثر مأساوية لم أذكرها لقلة المعلومات أو لعدم تدوينها في صفحات التاريخ. أولاً، في المرتبة الخامسة تأتي السلطانة عائشة خاسكي، زوجة السلطان مراد الرابع. فرغم كل الحب الذي جمعها بالسلطان وتفضيله لها على سائر نسائه، إلا أن هذه السلطانة شأنها كشأن بقية زوجات مراد ابتلين بفقد كل أولادهم، فلقد مات جميع أولادها وكان ذلك في حياة والدهم، ولم تقم هذه السلطانة بقتل أولادها أو الانتحار معهم. وقد كان لهذه المصائب المتتالية أثر كبير على عائشة خاسكي لتتوج مأساتها بوفاة السلطان مراد الذي أحبته كثيرا. وهكذا فقدت هذه المرأة التي كانت ملء الأسماع والأبصار السلطانة وأولادها، وتم إرسالها بعد ذلك إلى القصر القديم وحيدة منكسرة. وتذكر بعض الروايات أنها أقدمت على الانتحار في هذا القصر، ذلك أنها لم تستطع الصبر على فقد أحبتها السلطان وأولادها. نأتي الآن إلى المرتبة الرابعة، والتي تحتلها السلطانة خديجة معزز، زوجة السلطان إبراهيم الأول وأم السلطان أحمد الثاني. ففي سنة 1648 تم اغتيال السلطان إبراهيم الأول واعتلاء ابنه محمد الرابع العرش. إثر ذلك تم وضع ابن خديجة معزز في القفص، فيما حبست هي في القصر القديم لمدة 37 عاما. وأثناء هذه السنين الطويلة لم يكن باستطاعة هذه السلطانة رؤية ابنها إلا في مناسبات قليلة جدا كالأعياد. وبعد خلع السلطان محمد الرابع تولى العرش بعده أخوه السلطان سليمان الثاني، وفي سنة 1687 اندلع قرب القصر القديم حريق هائل، ولقد اجتاحت النيران هذا القصر، ولقد عاشت السلطانة خديجة هذا الرعب ليتم إنقاذ سكان القصر بصعوبة كبيرة. إلا أن السلطانة خديجة معزز توفيت بعد يوم واحد فقط من الحريق، وهو ما يمكن تفسيره بأنها قد ارتعبت كثيرا أو أنها قد استنشقت كميات كبيرة من الدخان. هكذا وبعد 37 عاما من السجن في هذا القصر والحرمان لابنها، توفيت السلطانة قبل سنوات من اعتلاء ابنها للعرش، وقد قامت زوجة السلطان سليمان الثاني بتقاسم مجوهراتها وممتلكاتها. نأتي الآن إلى المركز الثالث، والذي تحتله مأساة السلطانة كايا ابنة السلطان مراد الرابع، حيث أن هذه السلطانة وبعد أن فقدت والداها مبكرا تم تزويجها من مليك أحمد باشا، الذي سبق وأن تحدثنا في فيديوهات سابقة أنها قامت بطعنه في ليلة الدخلة، إلا أنها بعد ذلك أحبت. ولقد حملت السلطانة كايا، إلا أن مأساتها كانت على النفاس، ومع أن الكثير من النساء في ذلك العصر كن تتوفين على النفاس، إلا أن السلطانة كايا مرت بمأساة كبرى في محاولة لإنقاذها، إذ بقيت المشيمة في رحمها، وحاولت الطبيبات وقابلات القصر كل ما تستطيعنه لتحرير المشيمة دون جدوى. وقد تضمنت محاولتهن وضع السلطانة في أغطية والإغلاق عليها، ثم القيام بهزها بقوة، بالإضافة إلى ربطها رأسا على عقب وملء برميل بماء زهرة البرتقال والعسل ووضعها فيه لمدة 3 أيام وهي في تلك الحالة المزرية. وفي محاولة يائسة غطت القابلات أيديهن بزيت اللوز وقمن بإدخالهن في رحم الأميرة، إلا أنهن عوضا عن إخراج المشيمة قمن بسحب أجزاء من الجلد وشيئا من الكبد. وهكذا توفيت السلطانة كايا بعد 4 أيام من ولادتها وبعد هذه المأساة الكبرى. وبإمكانكم طبعا مشاهدة الفيديو المتعلق بهذه السلطانة وحياتها المثيرة، وتجدون رابطه أسفل هذا الفيديو. نأتي الآن إلى المأساة التي احتلت المرتبة الثانية، وهي النهاية المأساوية للسلطانة كوسام، حيث أن هذه السلطانة التي تعتبر أقوى سلطانة في الدولة العثمانية تم إعدامها بطريقة بشعة جدا،
بعد أن قلب عليها رأس المجان وتم التفطن إلى محاولتها قتل السلطان محمد الرابع الصغير. ولقد قام جلادو السلطان قوسيم بجرها بطريقة مهينة، وهنالك رواية تقول بأنهم قد قطعوا آذانها، حيث كتب السفراء أن السلطانة قوسيم اعتقدت أن الإنكشاريين كانوا قادمين لإنقاذها، إلا أنهم عندما اكتشفوا مكانها قاموا بسحبها بقوة من شعرها، وقاموا بسلب مجوهراتها وتقطيع أصابعها واقتلاع أذنيها. قاموا أيضا بضربها وسحبها بطريقة وحشية إلى البوابة الرئيسية، ثم بعد ذلك قام أحدهم بقتلها وخنقها. وسواء كانت هذه التفاصيل صحيحة أم لا، فإن المؤكد أن السلطانة قوسيم قد تعرضت للإهانة والتعذيب أثناء قتلها، وتعتبر نهايتها من أشهر النهايات المأساوية في الدولة العثمانية. نأتي الآن إلى أكثر نهاية مأساوية تعرضت لها سلطانة في الدولة العثمانية، وهي نهاية السلطانة مهدوران. فأحياناً يكون القتل أو الإعدام أهون الشرور، وذلك طبعاً عندما يقارن بالإهانة والاستهزاء وفقد الأولاد والفقر والعيش كفافاً. وهذا ما تعرضت له السلطانة مهدوران التي كانت زوجة السلطان سليمان القانوني وأم ولي العهد الأمير مصطفى، حيث أن مأساتها الكبرى ابتدأت بإعدام السلطان لولدها مصطفى، ثم بعد ذلك تم إعدام حفيدها محمد. جاءت الأوامر أيضا بقتل أخيها مصطفى بيتو، وبعد أن تجرأت أختها بلقيس على سب السلطان تم حبسها هي أيضا، فلم ترى السلطانة أختها حتى توفيت وهي تقيم قريبة منها. كما أنها وبعد مصادرة جميع أملاكها عاشت الكثافة وقلة الحال، وتعرض خدمها للاستهزاء والسخرية في أسواق البورصة. وتشير الروايات إلى أنها لم تستطع أن تدفع إيجار بيتها لمدة 10 سنوات حتى قام السلطان سليمان بسداد ديونها وبشراء بيت لها. ولقد عاشت هذه السلطانة على مساعدات الناس حتى توفي السلطان وتولى سليم الثاني الذي خصص لها راتبا. وهكذا فإن هذه السلطانة بعد أن كانت والدة لولي العهد وزوجة لأقوى السلاطين وأميرة شركسية، عاشت الفقد والذل والفقر لتكون نهايتها إحدى أكثر النهايات المأساوية للسلطانات في الدولة العثمانية. أعزائي، هنا أكون قد وصلت إلى آخر هذا الفيديو، أتمنى أن يكون قد أعجبكم. تجدون بإذن الله كل الروابط أسفل هذا التقرير، أتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في تقارير قادمة. إلى اللقاء.